تعتبر العناية بالملابس الشتوية من المشاكل التي قد تواجه الكثير لتظل بأفضل صورة، فهي تختلف في مادة الصنع ما بين أصواف ومهير وجلود وأقطان، وكل نوع يتطلب طريقة مختلفة في غسله وتنظيفه عكس الملابس الصيفية التي يسهل تنظيفها وغسيلها. فالتعرف على نوعية كل قطعة بالضبط هي الوسيلة الأسهل ليمكننا التعامل معها بطريقة صحيحة دون أن نفسدها. فمثلاً غسل الأصواف والمهير والكشمير تغسل يدوياً عن طريق الضغط عليها وليس الفرك، ولا تعلق أبداً على حبل غسيل حتى لا تتمدد أنسجتها ويتلف شكلها. أما طريقة غسيل الجينز، يغسل الجينز بماء بارد ويفصل عن أي قطع أخرى، ويفضل غسله يدوياً. أما تنظيف الفرو، يفضل الغسيل الجاف بالمغسلة حتى لا يتلف ولا يغسل أبداً بالبيت أو يتعرض للماء. أما تنظيف الملابس الجلدية والأحذية، فاستخدام الإسفنجة المخصصة لتلميع الأحذية لتغذيتها وتلميعها وإبقاء الجواكيت بعيداً عن أشعة الشمس أو الحرارة العالية والرطوبة. أما الملابس الشموع، هناك منظفات وفرش مخصصة لتنظيف الشموع للحفاظ على الوبر. ومع أبرز النصائح لتنظيف الملابس الشتوية بطريقة صحيحة، كيف أختار الأقمشة الشتوية لشتاء عام 2022؟